برحب بالأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية. أستاذ ناجي مساء الخير، أهلا بحضرتك. الخير يا أستاذ عمرو، أهلا بيك، إزي الصحة؟ الله يخلي حضرتك يا فندم. شايف حضرتك إزاي هذه الإجراءات ودمج المفرج عنهم مرة تانية في المجتمع، والتأكيد إن في جهد بيبذل في هذا الإطار وناس بالفعل رجعت لأعمالها أو رجعت لدراستها؟ يعني بداية هو ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية عمل أكثر من رائع. يعني المهمة التي أسندها إليها رئيس الجمهورية عندما أمر بتشكيلها كان بحث حالات المحكوم عليهم في جرائم نشر رأي وتعبير، ولكنها أيضا طبقا للتكليفات الرئاسية توسعت عملها مرتين. المرة الأولى عندما بحثت حالات الذي المتهمين وقائد التحقيق امام النيابه العامه، واضافت هذه المهمه الى مهمتها الرئاسيه مره اخرى. انت عارف ان الافراج الرئاسي بموجب الدستور هو من صلاحيات رئيس الجمهوريه. التوسع الاخير، وده التوسع المحمود الذي اسعدني انا شخصيا واسعد كل المتهمين بالشان العام، هو انها اضافت طبعا طبقا ايضا لتكليفات رئاسيه انها تبحث ادماج المفرج عنهم اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا، بحيث يعني يبدأ صفحة جديدة مع المجتمع المصري. أنا شايف أن هذه الخطوة هي خطوة أكثر من رائعة، هي خطوة كانت متممة لخطوة الإفراج عنهم، لأن ليس هناك معنى أن أنا أفرج عن الناس وأسيبهم في مهب الحياة. من ممكن جدا أن هم أي جماعات من جماعات الشر المتربصة بالوطن انها تتخطفهم مرات اخرى، وحتى حضرتك بتقول عشان يبدا حياته من جديد، يعني اللي كان ممنوع من السفر يقدر يسافر، اللي كان متحفظ على امواله ويترفع التحفظ يعني، واللي كان من انقضى عن عمله يرجع عمله، واللي كان بلا عمل يشكروا عمل، واللي كان طالب يرجع كليته او جامعته. يعني هم بيحاولوا هذه الصفحه التي يعني قضوها في خلف الأسواق من عمرهم يمسحوها تقريبا، بحيث يعود عضو نافع الى الشعب المصري، للمجتمع المصري مره اخرى. يعني هذا الاتجاه من لجنه العفو الرئاسيه لابد ان نحيي عليها، لابد ان نحيي جهودها وجهود ناسها. وانا بقول ايضا ان هم الجهه الوحيده المنوط بها بحث الحالات وايضا اعاده تعيينهم مجتمعيا في المجتمع المصري، لانها هي اللجنه التي كلفها الرئيس بحث هذه الامور طبقا للصلاحيات الدستوريه. لجنة العفو الرئاسي الآن هي بكل هذه الأعمال والتوسعات، سواء كانت التوسعة الثانية أو الثالثة، فإنها بتؤكد أن الحوار الوطني له إيجابية، لأن لولا الحوار الوطني ما كان هناك لجنة عفو رئاسي، ولولا الحوار الوطني ما كان هناك إفراج عن محكوم عليهم بتهم بمدد سريعة للحرية أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا. وايضا بهذا ما تم اليوم لان هم يعودوا يدمجوهم في المجتمع، ده بيؤكد ان الدوله المصريه يعني متسامحه الى اقصى درجه، وان الدوله المصريه بتفتح ذراعيها لكل ابنائها، حتى هؤلاء الابناء الذين في يوم من الايام اخطاوا حقها وتعرضوا للحبس ثم افرج عنهم بموجب الصلاحيات الدستوريه او موجب اتصال لجنه العفو الرئاسي بالنيابه العامه، انها ايضا بتم دمجهم في المجتمع الجديد بحكم مسؤوليه الدوله المجتمعيه ومسؤوليه الدوله الوطنيه ايضا تجاه كل ابنائها. هو هذا انا شايف ان هذا الموضوع ليس الهدف منه شيء اعلامي. يعني البعض يقول لك الافراج عن هؤلاء الشباب في شيء الهدف منه شيء اعلامي للراي العام الداخلي والراي العام الخارجي. طب وادماجهم في المجتمع، توفير فرص عمل لهم، عادتهم الاعمال لهم، ده الهدف منها ايه؟ ان مصر تحتضن هؤلاء الابناء وتعيدهم الى جدد الصواب، وان مصر تجعل منهم مواطنين صالحين، وان مصر تحميهم ايضا من ان هناك جماعات اخرى، جماعات الشر من الممكن ان هي تؤثر فيهم نتيجه حاجتهم الى العمل او الى المال. يعني هو عمل اكثر من رائع، بتؤكد الدوله المصريه انها تعني ان حقوق الانسان عندها تعني انه ايضا حقه في العمل، حقه في الدراسه، حقه في ان يكون مواطن صالح ينظر اليه المجتمع بنظر التقدير برغم كل ما كان في الماضي. صحيح. يعني بها اعتقد ان هذه الخطوه تمت، يبقى في توسع فيها، يعني من ليس فقط بس ان هم البعض من افرج عنهم رجع لعمله ورجع لكليته او وفروا فرص عمل لهم،
اعتقد انها ان لجنه العفو الرئاسي بهذه الاضافه الجديده لمهمتها تكلفها بها الرئيس سوف توسع في هذا الموضوع بحيث يكون كل المفرج عنهم حوالي 800 واحد كلهم تم تسجيل لهم فرص عمل او تم اعادتهم لاعمالهم، وان شاء الله يكونوا احد الروافع القويه في معركه مصر في البناء والتنميه باذن الله. انا شاكر جدا لحضرتك الاستاذ نجي الشايب رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للاحزاب السياسيه.